والله فتح علي من عيني ومسجل من 20 مارس و 46 سنة. هذه فرصة باش نلقحوا. الله يرحمه، هذه المؤسسة الوحيدة اللي عندي فيها. هذه فرصة باش نلقحوا. مش فاهم. صح عليك، صح عليك. هذه المؤسسة الوحيدة اللي عندي فيها الثقة. قداش قلت مسجل؟ والله مسجل من 20 مارس، 20 مارس ها هي الوحيدة. وهاو تو مالادي كورونيك عاملين لهم، قلت لهم عندي شحم في الدم وكذا، ومع ذلك ومشيت لهم غادي مرتين وثلاثة ورجعوني. هاو اليوم ونجيب. مرحبا بك دكتور على إذاعة الحياة فام، إذاعة الصحة في القروان. مرحبا بك. عليك نحكيو على اليوم انطلاق عملية التلقيح بالمصحة العسكرية بالقروان. المقدم طبيب رفع بوغتاس رئيس المصحة العسكرية متاع القروان. الحملة الوطنية راهي مبداتش اليوم، بدات أمس، دونك باش تتواصل على 10 أيام. وهناك المصحة العسكرية بتولى مركز قار التلقيح ضد وباء كورونا، هو مركز قار، وعنا زوز فرق متنقلين على الميدان يدخلوا المناطق الداخلية شوية باش يقربوا اللقاح من المواطنين. وكما تعرف عن الوضع الصحي بتاعنا في تونس متدني شوية من جراء هذه جائحة كورونا، ودونك يلزم تجنب القطاع الصحي العمومي مع القطاع الصحي العسكري، والهدف هو أنه تكثيف وتعميم التلقيح، خاطر هو ذاك هو الحل الوحيد باش نجم نتغلبوا على الوباء هذايا في المستقبل. كتعطينا حصيلة التلقيح البارح المصحة قداش؟ لا احنا المصحة بدينا امس العشية شوية، خاطر فيو انه العباد ما سمعوش، مي اليوم توا الاحداث تقريبا عندنا 250 حاجة كاملة هكاكا، ونجم يكون الاقبال بعد يكون خير، خاطر العباد قاعدة تسمع وجي، خاطر تسمع وجي. والتلقيح هذايا المركز هذا محلول للعموم، العموم فيهم عسكريين وغيرهم والعموم الكل. يعني لو تدعيوا الناس للتلقيح من غير تسجيل اللي عمره ألا مسجل في إيفاكس ولقح دونك يكمل جرعته الثانية في إيفاكس، ألا مسجل في إيفاكس ويحب يجي مرحبا، ولا يحب يكمل في إيفاكس هو حر، المهم احنا يجينا ألا مازال ما لقحش. ومن غير ما يستنى اس ام اس، يجي من غير اس ام اس؟ اي من غير اس ام اس لحد شيء، يجي يدخل طول خطره مفتوحه، هي حمله مفتوحه. قداش خصصتوا الفريق الطبي شبه طبي؟ قداش من غرفه التلقيح؟ احنا عندنا من الاول تلقى التسجيل، وبعد تلقى التطعيم، وبعد تلقى المراقبه ما بعد التطعيم، وعندنا التحذير بتاع التلقيح. فهمتني؟ الاطار المشارك الاطار معناتها نقول لك انا هنا مثلا عندنا اطار تقريبا 12 ولا 13 يلقحوا مع بعضهم، صرت انا زاد كيف فما حاجه كمن هكاكا باش يكون التلقيح مكثف وممتوم وعمم، معناتها التعميم نتاع التلقيح. مرحبا بك، ربما تحبش تقول حاجه عن طريق اذاعه الحياه تفهم كاذاعه صحيه، وانتم تنجموا توصلوا حتى رساله تحسيس للناس للاقبال على التلقيح. انا نحث العباد باش يجي يلقحوا، خاطر هذاك هو السبيل الوحيد باش نخرجوا من هالأزمة الصحية الناتجة على وباء كورونا. احنا توا نقبلوا العمر الاكثر من 45 سنه ونسالوا بيان سور فماش مريض عنده حساسيه لدواء معين ولا حاجه، خاطر هذوك يزلنا ناخذوا احتياطاتنا منهم بالنسبه للمكونات تاع الفاكسان ولا امراض مزمنه. نشوفوا المرضى كل حتى هي ميسيون دو ستاتستيك معناتها ابار انها للمريض وكل، فهمت؟ ومرضش قبل ولا ما مرضش، فهمتش نعرف وين دوز سول دوز دو فاكسان ولا دوبل دوز يا خويا المريض هذاك هو. مرحبا بكم، جيت اليوم ولقحت والعملية سلسة وفيسع فيسع، حكيت 10 دقائق وتمت العملية. بس التسجيل سجلت وجيت كسماس ولا ما جيت؟ لا انا سجلت ورتيت التلقيح نتاعي، قالوا لي تو بعد جمعه معناها المنظومه وحده وحده معناها ترجع لك. عندي اكثر من 25 يوم وما عاودوش كلموني ولا بعثوا لي سماس. كي سمعت اليوم بالعمليه نتاع معناها في المصحه العسكريه معناها انه تلقيح مجاني معناها من غير تقييد، معناها جيت وعديت لقحت معناها في ظرف 10 دقائق معناها ما اكثرش، معناها لا فما ازدحام ولا فما حد شيء. فهمتني؟
وربي يشفي الجميع وان شاء الله ربي يحفظنا. وندعو الناس باش تلقح. ندعو الناس باش تجي تلقح فرصه، معناها فرصه بالحق، معناها تنظيما، والوقت معناها ليه ليه، ولا اكتظاظ ولا قعد السنه ولا، والمنظومه اكيد طلعت معناها مش هي، معناها في يعني كمنظومه نحكي على ايفاكس، معناها منظومه معناها ماهيش مضبوطه. يبقى هو المجال مفتوح، معناها الناس كل مرحبا بها وتجي وتلقح، وفهمتني، وفرصه هذه، وربي يشفي الجميع، وربي يحفظنا ويحفظ بلادنا، وان شاء الله ربي يشفي الكل. دونا وبقينا برشا توا، بقينا برشا نستنوا، وفي نفس الوقت كي سمعنا اليوم فما في الجيش معناها في المساحه العسكريه هذه، وخاصه حتى ثقتنا كبر زاد بالمؤسسه العسكريه، جينا تور من غير بار اكسبيريونس، شفنا البارح فرحونا البارح تور، اليوم زاد جينا سي تيرا، شوف النظام ما شاء الله حاجه خارق العاده، ملي تدخلوا الاستقبال وكان الضحك وكان يرحبوا بيك بكل شيء بصراحه، ما غير مش هو موجودين ولا لا، فما ترحيب، فما صعبين، فما كل شيء، فما تنظيم ما شاء الله. قروان هنا المصالح العسكريه بسونا مركز قار تلقيح، وعندنا في الحمله هذه عندنا زوز فرق اخرين توا يمشيو ماشيين للمناطق الداخليه، ومام تو قاعدين يلفوا توا في المناطق الداخليه بين الحمله. احنا هنا مركز قار، وفما زوز عندنا فرق طبيه متنقله على الميدان زاد تلقح في نفس الواحد، وهما جابوا لنا 15000 جرعه حاولوا نكملوها من هنيك السبت هذايا، والهدف منه ماهوش احنا اشهار وبرا، لا، الهدف منه انه العباد تسمع وتشوف وتجي تلقى، خاطر ما عادش عندنا حتى حل الوقايه الذاتيه ما تكفيش، يلزم معها التلقيح باش نحاولوا احنا في تونس كلنا كنا توانس نحاولوا نرجعوا لحياتنا العاديه الى ما قبل الكورونا. دونك نحث برشا على التلقيح، نجم يكون لازم يكون مكثف، وهذا هو الهدف الرئيسي. جمع القرآن ولا حاجة؟ جمع.